سايد وسكيرت. والسايد وسكيرت ده عباره عن ايه؟ انابيب خيوط عامله حاجه زي شبك. حد شايف النظر ده؟ تيوب يعني ايه؟ خلاص بقى معايا؟ تيوب يعني انبوبة كانت تصغيرها. تيوب يوم لما تبقى انابيب متناهية في الصغر بسميها مايكرو تيوب يوز. المايكرو تيوب يوز مع خيوط اسمها ايه؟ فيلمنتس بيعملوا حاجة مع شوية بروتين يمسكوا مع بعض يعملوا وات سكول مايكرو ترابيكولار لاتس. حد يعرف يعني ايه؟ ترابيكولار يعني فروع خيوط عاملة زي شبكة. لاتس هو اللي انا رسماه ده. حد يعرف الخشب البغداد دي؟ الخشب البغداد دي؟ لا لا انتوا بتشوفوا عندي تجاعيد العينك الخشب يبقى عامل كده وبيتسلط عليه النباتات المتسلطه دي اسمها لاتس. اسمعي لما بقول مايكرو ترابيكولار لاتس يعني ايه؟ يعني شبكه معموله من اعواد رفيعه او خيوط رفيعه. فورم اوف ايه ودي؟ مايكرو ايه ومعناها ايه؟ مايكرو تيوبيولز ومعناها فات. ومعاهم ايه شبكهم في بعض؟ شويه بروتين. دي مقدمة بسرعة هنبتدي بقى في أول جزء من الشبكة دي. دكتور لو أنا كورة شايفين المدرج ده؟ المدرج ده أعتبره خلية. الشبكة دي بتمتد منين؟ من السقف للأرض ومن الجدار ده للجدار ده للجدار ده. الشبكة موجودة كلها هنا. مش معنى أقول لك الرف الإندوبلازم اللي تبقى تحت. البولج فوق مين؟ الأورجانيلز دي كل واحد ليه مكان بناء على ايه؟ بناء في العيون بتاع الشبكه. يبقى دي بتعمل ايه؟ شكل الخليه تدي سايتو ايه؟ سكيلتون. والحاجه الثانيه الأورجانيلز بتبقى قاعده على الشبكه. لو حاجه بتمشي من مكان لمكان مين بيساعدها تتسلط على ايه؟ على الشبكه. بس انا عايزه اصور لك الصوره على بعض. تيجي بقى نشوف هنبتدي بالمايكروتيوبيول. حد شاف شايمو اللي بتشرب فيه العصير او البيبسي او حاجه ساعه؟ دكتور مش دي حاجه ناشفه؟ اقول عليها ريجيد. لكن اقدر ابنيها ولا لا؟ نقول عليها فلكسبل. فلكسبل يعني مرن قبل الانتناء. يبقى دي حاجه نار ولا لا؟ طب هو شايمو فرق ولا نار ماشي؟ حد فاهم انا بقول ايه؟ دي المايكرو ايه؟ تيوبز. يبقى انابيب متناهيه في الصغر. ناشفه شويه نقول عليها ريجيد. دكتور وبرانشنج ولا نون برانشنج؟ طيب وفلكسبل ولا لا؟ هي صحيح ناشفه لكنها قبل الانتهاء. يبقى كان مين بند اقدر ابنيها. بس مانت وات از مانت باي فلكسبل. يبقى تاني نقول تاني دي حاجه ايه؟ نون برانشنج. برانشنج بط فلكسبل تيوبز او نانو تيوبز معموله من بروتين اسمه تيوبيولين. لا لا مش هي اسمها مايكروويف تيوبيولز. البروتين وحدات البروتين اللي عاملاها اسمها تيوبيولين. وعلى فكره هنعرف كمان شويه ان التيوبيولين ده فيه الفا تيوبيولين وبيتا ايه تيوبيولين. يعني التفاصيل مش مهمه قوي عندك لكن انا عايزاك تفهم عشان تفهم كل الكلام المترتب عليه. دكتور هل ينفع اشوف اللايف سبوت انتوا عارفين الدايمتر بتاعها كام؟ 25 نانو متر. يعني حاجه ايه؟ صغيره جدا. يبقى الرب بيسيب ولا لايف ايه؟ مايكروسكوب. لكن ممكن استخدم سرغال خاصه كان بي سي ماي سبيشال ايه؟ هل كتبنا لك مين السبيشال سكيلز؟ خلاص مش هدور مش هنعيبك فيه. طيب بالالكترون مايكروسكوب لقينا نارو او فاين تيوبيولز. دكتور 25 قلنا نانو ايه؟ ممكن افكس الدايمتر ثابت. افكس الدايمتر بس تشينج اوف لينث. يعني ايه؟ يعني لو اضفت وحدات تيوبيولين تكبر. شلت وحدات تيوبيولين تكسر. يبقى ممكن اقل تيوبيولين او اشيل تيوبيولين او اخليه تكبر او تكسر. لكن هفكس الدايمتر. يبقى فيكس
change everything. It's a diameter, but change. The length can change by addition or removal of وحدات البروتين اسمها تيوب. تعالى اوريك كده المنظر ده. مين قوي بلحظه يقول لي هو مش باين عليه. حد شايف المنظر ده؟ حد شايف فيه كورة بيضة وجنبها كورة سودة؟ الكورة البيضة دي اسمه ألفا تشيبيولين، السودة بيتا تشيبيولين. تيجي ألفا وبيتا، ألفا وبيتا، ألفا وبيتا، يعملوا إيه؟ يمسكوا مع بعض، يعملوا زي أسطوانة يعني تشين كده ولا لأ؟ طيب الخيط ده 13 خيط مع بعض يعملوا أنبوبة. طب الأنبوبة دي لو أضفت لها وحدات تشيبيولين يحصل لها إيه؟ تقوى شلت لها وحدات تشيبيولين. عارفين تجميعة التشيبيولين بيسموها أستاملي. طب شلت ديس أستاملي. إذا هما ممكن يطول أو يكسر باي أستاملي أو ديس أوف بروتين يونتس كولد تشيبيولين. نسيت أستاملي وديس أستاملي أقول إيه؟ addition أو removal of tubulin يطول الأنبوبة دي أو يكسر. مين فهم الأنبوبة دي معمولة من وحدات اسمها tubulin دي ألفا وبيتا يمسكوا مع بعض يعملوا وحدة فيها اثنين tubulin. اثنين مع اثنين مع اثنين يعملوا فرقة. مجموعة 13 فرقة تعملوا إيه؟ أنبوبة. حلو كده؟ يبقى المايكرو تشوبيون مجموعة من فلاتس أوف دي وحدات بروتين اسمها ممكن اقولكم باي اديشن اوف. طيب بص بقى الحته اللي جايه دي طبعا انا الانبوبه اهي لو خدت فيها القطعات يبقى ايه؟ دايره. ادي انبوبه اهي خدت فيها القطعات يبقى ايه؟ سر. طيب مين خد باله من المنظر؟ احنا بنقسم المايكروتوبيولز لنوعين أو مش معين بقى two forms. في حاجة اسمها dynamic وحاجة اسمها stable. مين شاطر من الولاد يقول يعني dynamic؟ يعني يغير مكانه يتحرك، لكن stable ثابت في مكانه. تيجي تفهمك يعني ايه؟ يعني مثلا تعرفوا كلمة سيل ديفيجن؟ لما السيل يمكن خدته في سنة والكلام ده ودي حاجة من القليلة اللي خدتها في سنة صح؟ السيل بتبتدي ايه؟ راوند كده. لما تيجي تعمل ديفيجن مش بيحصل لها الونجيشن؟ صح كده؟ طيب مين اللي غير شكلها من راوند الونجيشن؟ المايكروتوبيولز اللي قاعده تحت السيل ايه؟ ميمبرين بتغير مكانها فيبتدي السيل يرونجي. يبقى الونجيشن يعني عشان اغير السيل شيب ممكن اطول مين او اقصر فقط. يعني المايكروتوبيولز اللي قاعده تحت السيل لما تطول تعمل ترونجيشن للسيل ولا او تغير مكانها تعمل تغير الشيب سيل شيب ولا لا؟ حد فاهم قصدي؟ تيجي اعملك حاجه نحطها حلقه في ودنك ان اي حاجه في المحاضره بتاعت النهارده بتاع السايكس كده بتقول لك فايدتها ايه؟ تفتكر حاجتين سيل شيب وسيل ديفيجن. والتاني سيل ايه؟ شيب وسيل ديفيجن. النهارده بقول سايكس كده بقى بتحب فين؟ نستكشف ونشوف وظيفتها ايه كمان في الانقسام. حلو كده؟ في وظائف اخرى هنشوف. تيجي بقى تقول ان في كام فورم على فكره يعني فورمز اوف مايكروتوبيولز ده سؤال شورت. بيجي في 100 ترم. ابو كام نمره؟ فاكر احنا امتحان نص السنه 20 في خمسه في الترم الاول وخمسه في الترم الثاني اسمهم 100 ترم مش 100 يير. دول محسوبين. الميد ترم الاولاني بيبقى اسئله شورت سؤالين كل واحد كان مرتين وسؤال بلاد. يبقى احنا لازم الاجزاء اللي بتاخد الوقت تذاكر صم. ينفع اذاكر صم البرودكشن والمايكرو تكنيك والكلام ده ولا ده ام سي كيو بس؟ ام سي كيو بس. لكن هننتهي من امتحان نص سنه وخلاص. لكن الجزء من اول السايكولوجي بتيجي فيه اسئله ايه؟ شورت. يعني محاضره النهارده من ضمن الاسئله الشهور فورمز اوف مايكروتوبيولز هتقول لي في كام فورم؟ اثنين في كام دايناميك وستيبل. دايناميك ده بيغير مكان وبيغير طوله باي ايه
assembly او disassembly of وحدات البروتين اسمها تيوب. دكتور عشان تو تشينج ذا سيل شيب او تعمل سيل ري شيب يعني ري شيب يعني ستيبل يعني متحركش من مكان ثابته المكان. سيري كده تسمعني. احنا هنعرف كمان شويه انتوا بتسمعوا على فين السيريا سنتريول زي السيريا في الحيوان المنوي الفلاجيلا الاصوات. يا جماعه السنتريول والسيريا والفلاجيلا لما تشوف تركيبهم كمان شويه ده هو عباره عن ايه؟ مايكروتوبيولز. عباره عن ايه تاني؟ طب يبقى هل بيسيبوا السيريا بتطلع بره؟ بيسيبوا السنتريول بتطلع بره؟ ولا دي ستيبل فور؟ مين يقول لي في كام فور لسه؟ يلا حبايبي كام فور للمايكروتوبيولز؟ دايناميك وستيبل. دايناميك يعني بيحصل فيه في غير الهجوم يا يحصل اسمبلي يا اما ديس اسمبلي عشان يعمل سيل ري شيب. طب والستيبل داخل في تركيب مين او مين او مين وما يسيبهاش؟ سنتريول او سيريا او فلاجيل. وبعد شويه نشرح سنتريول وستيريا وفلاجيل فتبقى فاهم ازاي نعبر عن سيريا. طب تيجي بقى نشوف فانكشنز اوف مايكروتوبيولز. طب انا مش هشتغل وظيفتين سيلتين سيلتين على شوفها. دكتور هو احنا مش بنقول قال لانف وايه قال؟ انا قلت لك لما تبقى انبوبه واخد فيها ترانسفيرس سكشن تبان ايه؟ يبقى بنلاقي الكترومايكروسكوب يبدأوا بنور تيوبيولز واول ترانسفيرس سكشن تبان تايني سيركس. يعني حبيبتي فيري سمول سيركس. طب تيجي نشوف فانكشنز فل سيل شيب بتعمل سايتوسكيل. طب ايه دورها في السيل ديفيجن؟ كل يسيب ايده بيبص معايا. حد خد السيل ديفيجن مش قلنا السيل بتطول؟ حد شايفه؟ كنتوا بتاخدوا سيل اسمها خيوط النزل او سبندل فايبرز او مايتوتيك سبندل يعني المنزل بتاع الميتوز. هو ايه يعني سبندل؟ يعني ايه مغزل؟ نقول حاجة شكلها مغزل يعني ايه؟ يعني عريضة في النص واربع في الاطراف يعني شكلها سبندل ايه؟ شيء. دكتور لما قلت سبندل ده فيه خيوط مايكرويف مش خيوط قلابين اسمها مايكرويف تيوبيول. طب المايكرو تيوبيول دي معمولة ايه تاني؟ المفروض الكروموزومز هتيجي تتنص ما بين كمان شوية يبقى دي بتلعب دور مهم فين؟ الخيوط دي معمولة من مايكروتوبيولز. معمولة من مين؟ يبقى هي بتعمل المايكروتوبيولز بتاعت المايتوتيك ايه؟ سبندل ده دورها في السيل ديفيجن. طيب على فكرة لو مايكروتوبيولز دي تولد في السيل يحصل ايه؟ الونجيشن لغاية ما يحصل خيوط اكتين تيجي تبتعهم وتعمل حلقة كده وتفصل السيل من بعض. ده في نهاية السيل ايه؟ لكن مين اللي بيطولها؟ من مين تطول؟ المايكروتوبيولز اللي عامله المايتوتيك سبندل. مين يقول لي دورها في السيل ديفيجن؟ فور ذا مايكروتوبيولز اوف ذا مايتوتيك سبندل. او تقول لي بتعمل سبندل فايبرز. بس انا ما بحبش كلمه فايبرز، انا عايز كلمه مايكرويف تيوبيولز. طيب حد شاطر يقول لي مين يفكرني البروتين بيتصنع فيه؟ حد شايف المنظر ده؟ مش ده رأس الاندوبلازمك؟ حد فاكر البروتين اتصنع هنا واتعبى في كيس اسمه ترانسفير بريسيسك يحمل البروتين منين لفين؟ وبعد كده يخش جوه البروتين يحصل له او كوندنسيشن ويضاف عليه اضافه اضمادي وبعدين يتعبى في كيس يطلع من هنا ويروح ناحيه الايبس يعمل الزو. فيقول ده لو كان سكريشن. طب يا حبيبي مين اللي وجه الكيس اللي طالع من الرف باتجاه الكونجي؟ ومين اللي وجه بعد ما يطلع من الكونجي يطلع ناحيه السلم برين من فوق؟ مين عامل زي ما قشه كده بتزق في الاتجاه ده؟ المايكرو تيوبولز. يبقى هي مسؤوله عن ترانسبورت اوف اني ثينج. Transport of vesicles through the cytoplasm.
الأول لازم تلعبين راسين وبعدين منين لمين؟ الجولوجي لسه عشان يعمل ابزو كده يا ولادي حد يقول لي فانكشنز اوف تمرقع هناك يخش التركيب ايه وايه وايه؟ لا انا عايز اعرف اربع فانكشنز المايكروشيوب تيجي على الشاشه حاجه؟ اي حاجه اجابتها اربع نقط يبقى دي نمرة ايه؟ يبقى ده سؤال 100 درجة. ما هو الدنيا بتحب نجيب سؤال تصحيح وعلى قلب. يعني لو اربع نقط يبقى كل واحده بنص نمره ادي نمرتين. لو مثلا نقطتين يبقى عليه نمره فاهمين؟ او حتى نمرتين لو نقطتين مباشره. مين فيكم شاطر يقول لي اربع فانكشنز للمايكروتشيوبيوتس؟ سيل شيب. سيل ليه دور في الديفيجن؟ بيعمل المايكروتكس سيل. طيب transport of messages or particles through the cytoplasm. يخش التركيب مين هو مين هو مين؟ سنتريول وسيليا وفلاجيل. الحقيقة المفروض أروح ده تركيب على سنتريول وسيليا وفلاجيل ممكن تأجلوها لي شوية عشان في حتة لسه عايز أخدها الأول وأنتوا مصححين كده معايا ونخلي الأسهل في الآخر. أوكي؟ واضح إنكم مصححين على كده. هناخد دلوقتي فيلا بنس صف الثامن عندكم في الكتاب 27 اسمعوا ليه اسمعوا ليه تعرفوا كلمة benefits يعني خيوط threads معمولة برضو من proteins يبقى دي بروتين ايه؟ threads في الكتاب الثلاثي تقدر لك انها نوعين بس في thin و intermediate ليه ده مش غريبة شوية؟ رفيع متوسط يبقى اكيد في ايه؟ هو الصح ان في thin و thick و intermediate بس الثيك معرفوش غير كلمة واحدة ونقولها مع الثين فعشان كده مش مقسمينها ايه؟ قسمناها فين وين؟ لما تيجي تفهم عايز اقول الثين اسمه اكتين سمعت عليه؟ والثيك ما يسين في طلبة بيلخبطوا يا ابني اسمع يا حبيبي مالكش دعوة بالطريق معايا مين كلمة عدد حروفها اقل؟ الأكتين ده المفرع ستة ثانوين ده ثابت إنما الميوسين ده الثيك 15 ثانوين إنترميديت فيلمس 9 أو 10 نانوين 9 أو 10 نانوين عشان كده سموها إنترميديت مين التقسيمة اللي عندك؟ إيه هما؟ ثين أكتين وإنترميديت فيلمس طب انت مين ما بين مين ومين؟ الأكتين والميوسين او الأكتين والمايكروتوبيوتس المايكروتوبيوتس مين يفكر؟ لا الأطفال كان حفاظ ديامتر بتاع الأنابيب كان كام؟ 25 نانو طيب تيجي من ولادي بقى يشوفوا خيوط الأكتين الرفيعة اللي هي عليها كلام كتير على فكرة بيسميها مايكروفيلمز لو قال لي مايكروفيلمز طلبة كتير قوي يقول لك فين وعين اكتين ولا انت مين؟ لا يا حبيبي كلمة مايكرو قاطع رفيع بس يبقى مين اللي بنطق على مايكرو فلس؟ الاثنين اكتين صح حتى كلمة مايكرو معانا يبقى كلمة فين اكتين هي اللي بنطق عليها مايكرو ايه؟ فلس اللي خبرها كام؟ 6 نانو متر بص يا دكتور كده معايا بتعمل قلنا كده؟ ممكن تسيب التركيب ده وتبص على رسمتي هنا وتشوف عاملها ازاي؟ هي معمولة من وحدات بروتين عارف زي البروبيوس كده بودر صغنونة كده اسمها جي اكتين جي جاي من بروبيوس بص المنظر ده حد شايف النقط الحمراء اللي انا عاملاها في الاول؟ طب عليها جي ايه؟
الثاني. ايه الفيل ده؟ معمول ترانت، معمول من جي اكتين، يعني ادي واحده جي اكتين لوجر اكتين. مجموعه يحصل لهم ايه؟ يا اما تقول اسم، يعني اسم يحصل ايه؟ يجمعوا بعض. يا اما تقول بوليميرايز، كلمه بوليميرايز هتقعد معايا ولا يعني يجمعوا مع بعض ويعملوا ايه؟ اكتين ستراند. ستراند يعني ايه؟ طيب اثنين اكتين ستراندز متوصل اوفر ايتش اذر يبقى اسمهم اف اكتين او فيلامنتس اكتين. حد يفهم انا قلت ايه؟ مش فاهم. تعالى مره ثانيه. طب انا هسالك، هشاور واسالك، ايه النقطه الحمراء دي؟ في اختصار ايه؟ بلوبر. عامل كورتك. طيب مجموعه من بلوبر البوليميرايز يعني يتجمعوا ويعملوا ستراند. ستراند من الجي اكتين. طب تو ستراند من الجي اكتين يلفوا على بعض يبقى كويل مع بعض كده ويبقى اسمهم اف اكتين. نقول تاني، مين النقطه؟ هيسالوهم ايه؟ بوليميرايز يتجمعوا ويعملوا ستراند من جي اكتين. كام ستراند يلفوا؟ تو ستراند يلفوا ويتوسط على بعض كده ويبقى اسمهم اف اكتين او اكتين فيلمنت. هو اف اختصار ايه؟ فيلمنت. يبقى نقول العكس، شوف بس سؤال كده ولا الاكتين فيلمنت عباره عن كام فتله؟ تو توست على بعض ولا لا؟ وكل فتله منهم عباره عن سترونج او تشين اوف تشين اكتين. فهمنا دي؟ طيب تعالوا نشوف سايت وفانكشن اوف اكتين. الحقيقه دي مكتوبه بطريقه جديده، ما كناش بنقولها بالطريقه دي قبل كده. اي حاجه مكتوبه جديده يبقى ده محل ايه؟ سؤال. تقولي سايتس اند فانكشن اوف اكتين فلات. مين شايف انا رسمه زي جزء من الخليه فوق هنا ولا لا؟ رسمه تحتها شبكه ولا لا؟ تحت مين؟ دايما خيوط الاكتين تيجي تحت السل ايه؟ وتعملي زي شبكه كده تحتها، تعملي نت ورك. يبقى اول مكان ايه؟ اندر مثال ايه؟ بتديله قوه ومتانه ولا لا؟ بتديله دعايه سبورت السلم فين؟ بتتحكم باحد الحاجات تتحكم في السلم شيء؟ يبقى النت ورك دي مسؤوله عن ايه؟ لا تشينجز السلم شيء. يعني ايه؟ حد عارف الوايت بلاد سيلز؟ الوايت بلاد سيلز بتعمل ايه؟ يعني بويت ايه؟ بتعمل اندوسايتوزس واكسو ايه؟ حد فاكر الاندو والاكسو؟ حد فاكر الاندو؟ مش السن برين بس هنا في حد فاكر في الفاجوسايتوزس لما حد فاكر راسي ده القبل او البكتيريا وده كده السيل ايه؟ فاكر اول ما الفود او البكتيريا كم ان كونتاكت مع مين؟ مع السن برين. السن برين ماد بروسيسز لفود صح؟ طيب البروسيس دي مين اللي ساعدها بالمادة فوق؟ مين اللي طلع كده زق السلم برين لفوق؟ خيوط الاكتين. طيب ومين وعملوا كيس والكيس انفصل واحد. طيب في البيروسايتوز مين اللي شد السلم برين دخله جوه اول ما الفلويد رحت لمسات؟ خيوط الاكتين. يبقى كنت حكي بلاش اميبويد ايه؟ عارفين السيل كرولنج سيل تحت كده؟ زي في الاميبويد ايه؟ الحركه الاميبيه. مين اللي مد الزايده دي؟ مد الكروس دي بعدين السله حقيقة. مين اللي دخل في الحته دي اتكتب ودخل كده مش خيوط الاكتين؟ هي اللي مدت لها سودو نوديا. مدت لها ايه؟ يعني ايه سودو؟ وبوت خطر. لما اقول بوتيا يبقى قدام ايه؟ حبايبي على فكره في الكرولينج سيلز يعني ايه كرولينج؟ زاحفه او حاجه بتمد اقدام ايه؟ يعني عارفين كلمه لو نسيت كرولينج سيلز ممكن تقول في الاميبويد ايه؟ يعني ايه اويد؟ شبه الاميبا الحركه الاميبيه. حبايبي مين السبب فيها؟ خلي بالك الخيوط الاكتين دي ليها قدره على ايه؟ كونتراكشن. فهي بتمد القدم وتلحق، بتمد القدم وتلحق، يعني بتطول وتتكلم. حبايبي دي بيسموها ستريس فايبرز، كونتراكتايل ستريس فايبرز، ده اسمها ايه؟ الكرولينج.
هي بتزهق وبتاعت الانفويد موفمنت دي بتبقى بتكبر وتكسر بيحصل لها ايه؟ كونتراكشن بيسموها ستريس فايبرز. طب لو انا في العادي بقى الموفمنت اوف اورجانيز حد ذاكر لما قلت لك انا عايزه اتحرك مثلا انا عايزه انا عندي سينيا اسمع الحته دي عندي سينيا السينيا بتاعت ايه؟ مش هحجز الوان ايه؟ طب مش السينيا عايزه تعمل موفمنت؟ مين يديها انرجي فور موفمنت؟ الميتوكوندريا تطلع فوق ناحيه السينيا مين اللي ساعدها في الحركه؟ في حاجتين بيزق مايكرو ايه وايه؟ مايكروتوبيولز ومايكروفلويدز يعني بيساعد على ترانسبورت او موفمنت او اورجانز او فيزيكس ثرو سايت ايه؟ يعني الوظيفه دي الاولى فين؟ طب يبقى مين يقول لي تاني؟ اول فانكشن اول مكان يبقى اول فانكشن في معظم الخلايا الاكتين يبقى فين؟ الموست اندر ذا سيل ايه؟ ميمبرين عشان يعمل سيل بي شيبنج او الموفمنت اوف فيزيكالز اورجانيز. طيب في الكرولينج سيلز بيحصلوا شورتنج وايه؟ مكتين عشان يعمل امبويد ايه؟ موف. طيب لو انا في مصر مش انت سمعت ان الاكتين مع مين؟ مايسين مسؤولين عن المصل كونتراكشن اكتين بيتبعت عن مايسين يعمل كونتراكشن ولما يرجع تاني يحصل ريلاكسيشن. حبايبي هنا بقى جبنا سيرة الثيك فيلمز يعني يبقى الثين مع الثيك الاثنين مسؤولين عن المصل كونتراكشن. ممكن قبل ما اكمل قول الاغنيه عشان الفانكشن الاخيره لو اتفهمت لطيفه جدا ما اتفهمتش بقت تنسى قوي يعني حتى ايه في المرض ده كده مش فاهم انا عايز اولاد هو ايه عايزه تنسى عليكم حد يكلمني على الخيوط دي ثريدز رفيعه ولا لا؟ معموله من كوتشين كم نوع؟ فين؟ الثين اسمها ماني كوفيلمنت ومعموله من بروتين اسمه اكتين. حد فاكر معموله ازاي؟ اكتين ايه؟ الموليكيولز عامله بروبيوت كتل كده سميتها جيني اكتين. بوليمرايز بيعملوا ستراند ولا لا؟ كام ستراند يلف عشان يعملوا اف اكتين؟ تو ستراند ويست اوفر ايتش اذر يعملوا اف اكتين او فيلامنتس اكتين. الاكتين ده كام دايمتر بتاعه؟ 6 نانو متر. طيب حد يقول لي بقى الفانكشن والسايت او المكان في معظم السيلز بيبقى فين؟ تحت السيل برين يعمل ريشيت يعني اعمل تاج وفينو اكزويف. هل فاكر الكيس اللي عايز يطلع بره ده مش كان بيروح طالع من تحت السيل برين؟ طب مين اللي زقه عشان يطلع؟ يقول لك اكتين. يبقى هي مسؤول عن اندوسايتوزس واكزويف. طيب موفمنت اوف اورجانيز او بيرفكت ثرو سايتو لا موست سيلز او في المصر توجيزر مع مين؟ مع اكتين مسؤولين عن المصل كونتراكشن. طيب مثلا في الديفايدنج سيل عشان قلت لك سيل شيب وسيل ديفيجن. طب الديفايدنج سيل السيل كانت مدوره تولد منين؟ كانت اوكي ثم يبتدي يحصل كونتراكشن كده خيوط اكتين تعمل ريك بس جوه السيل يعني ايه نوع السيل اللي مش من بره والرينج دي تبدا تعمل كونتراكشن 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 لغايه ما تفصل التو سيلز. حد شايف الرينج دي؟ على فكره مكتوب ايه في الكتاب؟ مسؤول عن كليفج اوف مايتوتيك سيلز. ممكن بدل مايتوتيك ديفايدنج سيلز. كليفج يعني ايه؟ تاني انشطار تتشقى اتنين. حد شايف الحفره دي؟ بص 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 شايف الحفره دي؟ دي اسمها كليفج هاو فرع عن الحفرة اللي هيتشطر عندها السلك دي. مين اللي عامل الحفرة دي؟ الشاطر يقول لي. الحلقة دي معمولة من خيوط أكتين، والأكتين دي قدر على إيه؟ يفصل الأسرة. السلك كانت إيه؟ كانت إيه؟ راوند حصل لها إيه؟
في المصر. الاكتين مع مين؟ يعمل مصر؟ طيب في الكرولينج سيكس انها تعمل اسودو ايه؟ او تعمل اميبويد؟ طب مش ده في اكتين فلمس اللي هي كونتراكتاري برضو بيسموها ستريس؟ طيب تعال نشوف المايكروفيلار. حلو ده بقى لو اتفهمت تحفه فنيه. وتشوفوا اعجاز ربنا سبحانه وتعالى وتعرفوا ان انتوا لسه ان احنا العلماء مش انتوا لسه طلبه لسه بنلعب في التينه لسه مش فاهمين حاجه خالص. وكل ما تتبحر في العلم تكتشف مدى جهلك. تسمع عن كلمه مايكروفيلار؟ مين من ولادي يقول لي يعني ايه مايكروفيلار بالعربي؟ خلاص هناك تزود ايه؟ موجوده بوفره في ايه؟ سمول انتستن اكتر كمان من الراجل. يا جماعه ادي سن اهي. بص انا مش عارف بس سن نفسها. بص المفروض سن طويله قوي كده. شطوره عاملها صوابع كده اسمها مايكرو ايه؟ طب ايه هو ده؟ لا انت جوه المايكرو في اللاي ده بنفس كيوب الهبل. وواحد يقول لك مايكرو تشيوبس ولا مايكرو فيلمنتس ولا انترميديت. تقول لي خيوط اكتين لمايكرو فلمنت يعني دور انهي هي اللي بتغلى حبايبي. طب ليه فيها خيوط اكتين؟ عشان تدي سلة جي تدي شكل الانبوبه دي ام تزود ايه؟ السيرفس اريا فور ابزوربشن. هو السيرفس اريا ابزوربشن بتساعد بس في زياده السيرفس اريا. كده بقى خدتوا مصر العالم. مش قلت مصر فيها اوريجن وايه؟ حد يبص معايا دي؟ حد يبص انا الصوابع اللي شايفها؟ الخيوط دي خيوط اكتين وبما انها ليها قدره على ايه؟ لازم ليها اوريجن وايه؟ الاوريجن طبعا السلم البرين. حد شايف ان في شبكه تحت اسمها تيرمينال ويب؟ ويب يعني شبكه. حبايب الخيوط الاكتين ممتده من السلم البرين لمين؟ ده هو الانسرشن. حلو كده؟ الخيوط الاكتين بتعمل ايه؟ كونتراكشن وترجع تطول تاني. لما ترجع تعمل ريلاكسيشن الاول كونتراكشن تاثر المايكروفيلار وتريلاكس تطول المايكروفيلار. نسيب بقى الادنى كله. بص عندي عشان تفهم انا عايز اقول دلوقتي عندي البنش ده عليه ميه كتير قوي. فانا جبت سبونج حته سفنجه وعملت ايه؟ عصرتها وحطيتها ايه؟ هيحصل ايه؟ السفنجه بتشفط الميه. هاخد السفنجه بميتها المتدفقه ميه دي وهنقلها عصرها بره في طبق. انا كده نقلت الميه من فين لفين؟ من البنش انا الانتستن هنا في حاجات ماشيه في اليوم في جلوكوز امينو اسيد كل ده اتحضر خلاص وعايز اعمل له لما الصباح ده يكسر قوي لان سابين ده وعصبته سابته ده كل اللي فات ده كل اللي فات بعدين يكسر تاني. خدت الابزور ماتيريال منين؟ دخلته فين؟ من اليوم لجوه السن ومنها للضغط. الطريقه الثانيه بقى للضغط. لا وسط الكوليسترول يبقى شورت الان الونجيشن اوف مايكرو بيلاي بيسهل مين؟ ولا ايه؟ مين اللي سابق ده؟ مايكرو بيلاي. انت لما تعصرت قوي اسرت قوي وسبتها تورد وتشفط كل الماتيريال من اليوم من التكويك بتاع المعده ده. طيب شطرت عصرتها تاني كده نقلت الاكل منين لفين؟ من اليوم من التكويك بتاع الامعاء للسيلز ومن السيلز بعد كده بتنزل فين؟ في الدم. انت عملت سهلت الابزوربشن ده باي شورت ان اد الونجيشن اوف اكيد مش خالص. اسال اي حد فيه يقول لك.
ضم الكود والشيب بتاعها وكمان الشورتنج اند الرونجيشن اوف مايكرو جلاي كانت في ايه؟ مستعجل بصوها رايقة كده ليه؟ تمام كده؟ اقولها تاني؟ خليني اقول تاني طيب معلش بقى
بس ولادي ساعدوني حاولوا يقولوها معايا في الفيديو بحيث نطلع ايه؟ استخدمناها هنا؟ لا. اول نوع بيوت اسمه كيراتين. اسمه ايه؟ بعدين نسيج الرؤية في الكريتيريا لما ناخده مع بعض يعني جلد مثلا مش في تسمع ان في خلايا بيضاء فوق لما الخلايا تبتدي تموت بيتكون جواها بروتين اسمه كيراتين يبقى ده ايه؟ الكريتيريا او جلد او شعر او متوقفي ما كل دي كراتين كل دي خلايا بيضاء وانت بتيجي تقص شعر كل طيب هو في احساس دي ده سلس ضغط ولا لو لمست جلدك بقى لان دي ده سلس بتستحمل السلس ما يبقى تقع ويحل محلها دي يا جماعه دي ده سلس جواها بروتين اسمه او بيوت اسمها كيراتين فلز يبقى كيراتين فلز وعلى فكره ليها اسم تاني تونو فلز اسمها ايه تاني؟ يبقى الكيراتين فلز او التونو فلز موجوده في النسيج الدرائي في الابيثيليوم زي ايه؟ سكين وهير ونيلز معايا كده؟ حد من ولادي يقول لي انت عارف مهم قوي انك تعرف اسم النوع موجود فين؟ اقول لكم ايه؟ ساعات واحد يجيله يتشخص ان عنده ورم في الليفر كبد او ورم في اللانك او ورم في البرين تعرفوا ان 80% اورام الكبد الليفر او اللانك او البرين او البون ما بتبقاش اصل الورم هنا بقى اصله في حته ثانيه في الجسم وبعد ثانويات هنا تسمعوا الميتاستاسيس بعد ايه؟ يبقى الخلايا السرطانية انتشرت ولا بقى وصلت مين؟ أكتر حتة بتوصلها ايه؟ ليفر يعني أنا لو لقيت دلوقتي ورم في الرئة الورم ده حاجة مجنونة كده ملهاش شكل في الحاجة والسلز فيها مش قادرة أميز جاية من ايه؟ أدور وات تايب أوف كيميكال ميديا ديفلوبمنتس فيها أما أقدر أعرف مصدرها يعني لو لقيت فيها كيراتين فلتس في الجلد الميثيليا مش عارف ايه بعد ورم زي بالراحه يبقى ده الميثيليا يعني نسيج الايه؟ الانقلاب طيب ولا دور حاجه ما ينفعش ورم عشان ده ايه؟ سكس لكن ده موجود في الميثيليا الراحه او في التورو فلتس موجوده في نسيج الدراهم ده كده مثلا خيوط ديزنين دي فراغات اصل مصدر الورم كان فين؟ في المصر الوسطى لان في اورام بتبانش يا جماعه يعني مثلا عارفين كانسر بريست بتيجي الست تقول لك انا حاسه بالكوره ست ويستعد يعني حسيت انما في اورام مستخبيه يعني عارفين من اشهر الاورام اللي بتكتشف فيري ليت في البروستات كانسر بروستات اورام البروستات قول لي لان في حاجه هيدن مش متشاف مسبب انفيرنال بول فلو الورم فيه ولا واحد يحس فين اكتشف متاخر يكون بعد ثانويات باللانج يلاقي البروستات اكتشف فين؟ من اللي جاب البروستات فين؟ يبقى الورم كان فين فين وبعد فين؟ يبقى انا لما ادور ايه نوع الخيوط اللي موجوده في الورم اقدر اكتشف المصدر الرئيسي بتاع الورم ده. يبقى الحته دي كلينيكال مهمه قوي ولا يبقى لازم تعرف اسامي شويه خيوط ومكانهم فين. انت عارف عايزه ايه؟ اسم الخيط الاقيه فين؟ انا قلت اول واحد اسمه ايه؟ لقيته فين؟ الكريتيريا او هيز او هيز. بعد كده في ديمنتين. الحقيقه ما بحبش الاسم ده، بحس ان عايزه اتكلم بقى. او ديمنتين مومي. اسمه ايه؟ ديمنتين ده موجود في حاجتين الكونكتيف تيشو والمسلس والتاني فين وفين؟ الكونكتيف تيشو فين والمسلس ثم ديزني مين يا جماعه يعرف؟ المسلس مش قلت لك فيه خطوط اكتين وايه؟ تعرفوا خطوط الفسيولوجي مصر ولا ايه؟ هيقول لك في الفسيولوجي ان خيوط الميوسين الثقيله بتبقى ثابته
بني ثابت في خيوط تمسك المواسير في بعض في مصر. الخيوط دي اسمها ديسبين، يعني دي جوين المايوسين فايبرز او جوين المايو فايبرز. ماي يعني عضله، الخيوط اللي في العضله دي ماسكها مع بعض عشان تفضل ثابته. ديسبين اسمها ايه؟ ديسبين. ديسبين ثلاثه منها غير بعض. كراتين او فورو ايه؟ فايبرز. فين؟ مسكين فين؟ ايه؟ او الفيتيريا وغيره ايه؟ طيب دكتور مين يقول لي بعدها؟ مانتين بلاقيها فين؟ لكن السيشن هو المصر. مين كمان في المصر؟ ديزنين. ديزنين ده بتجوين مين؟ ثم في نيورو فلت. حلو؟ نيورو بقى فين؟ في نيورو. في عارفين نيورو يعني ايه؟ يعني نيرف سيلز بروسيس، خلايا عصبيه عارفين دندرايتس واكسونز الجزيرات والدندرايتس. أسألك سؤال علمي مهم، هل البرين في كونكت تيشو؟ هل في مين يقول طبعا؟ لا طبعا ما فيهوش. صور جميلة أبدا ما فيهوش. يعني هو كونكت تيشو موجود جلوبال بودي اكسبت فين؟ عارفين؟ طب مين اللي بيربط النيورونز ويمسكها وبيغذيها ويدافع عنها؟ في حاجة اسمها خلايا استقلالية أو حاجة Yeah.
طبيعي. حد بقى شاطر يونادي يقول لي في الجلايال سيلز لقيت ايه؟ الجلايال فلك، وكتبناه اسمها العلمي السنادي بيسموها الجلايال فايبريلاري اسيدك بروتين، مش شفا اسمها ايه يا حبايبي؟ الجلايال فايبريلاري اسيدك بروتين، يعني هي جلايال فايبرز ومعموله من اسيدك بروتين. دي بقى لما تيجي يا جماعه تخلوا عينه من ورقه لو فيها جلايل فايبريلا يا سيدي البروتين يبقى الورم فين؟ جلايل يعني ده اصلا طالع في البيت، لكن مش كان مثلا من البروستيت او من حسنه فيها عارفين من الميلانوما اللي هي بتبقى حسنه حسنات بيحصل فيها اورام ودي مش بايظه يعني ممكن تضعف مش هي تكون بعد سنوات ايه؟ الشيشو بتاع الاورجن ده كله. طيب في واحده نسيت اكتبها هنا لميس. سمعنا كلمه في اخر محاضره. كانت تحت النيوكليير ميمبرين. لا 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 ثانيه واحده لا ثانيه واحده. مين يفكرني لو دي سيل؟ دي سيل ده مين ده؟ النيوكليوس. حد فاكر النيوكليوس ميمبرين كان فيه كام ميمبرين؟ مو ميمبرين اكتر من مين كان رقص؟ عشان عليه ريبوسوم. فمن الانر كان فايبريلاري عشان عليه خيوط ايه؟ كروماتين ماتيريال صح كده؟ طب استنى استنى قبل كروماتين ماتيريال في خيوط لامينز. اللامينز دي بتستابيلايز النيوكليوس. يبقى مين قبل مين؟ دي انتر ميتشيت فيلمز هي تك ولا تك؟ دي متضافه السنه ما كناش بنكتبها قبل كده. مين يقول لي الست انواع في الخيوط اللي عليها اسمها انتر ميتشيت فيلمز اشخصها في سبيشالست ايه اللي هو ايه؟ عامل تيست بقى في لاميز ولا لا؟ في كيراتين ولا لا؟ هيستوكيميكال تيست. ده دكتور الست انواع ده بيقول لي كل نوع فين؟ لو لقيت الاجسام المضاده ضد التسميم هي اللي بانت يبقى هنا في ايه؟
تحت الايه؟ جوه السيلز، تحت الميكروسكوب جوه السيلز، عشان تدايجنوز يعني ايه؟ اشخاص بالاوريجن اوف ذا تيومر، يعني مصدر الورم كان فين؟ بفريج لقيتها فايبريلا فايبريلاري اسيدك بروتين، يبقى المصدر فين؟ ورم في مين اصلا؟ في البرين نفسه. لكن لو لقيتها مصدرها مثلا مصر، يبقى الورم اصلا جاي منين؟ جسمين، يبقى الورم جاي منين؟ من مصر.